السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين. بس أنا دلوقتي هيثم في دبي. زي ما شايفين أنا موجود في محطة المترو بتاعت هنا، في محطة اسمها الرقة أو الريجا. طبعا أنا زائر جديد، فعشان أدخل أركب المترو لابد يكون معايا حاجة اسمها النول. النول اللي هو الكارت بتاع المترو، لأن هنا مفيش تذاكر، يعني مينفعش، مش صعب إن أنت تروح تشتري تذكرة والكلام ده. فبتشتري النول ده، بيبقى بتدفع ب 25 درهم إماراتي، يعني الدولار بحوالي 3.5 درهم تقريبا. وبعدين بيبقى معاك تاخد منه 20، تستفيد منه ب 20، تم الكارت نفسه 5، بيتم تجديده زي ما موجود في الصين، في تركيا، في اي بلد يعني. بس يعني الدنيا لذيذه، مش زحمه، يعني في طابور صغير انا واقف فيه دلوقتي، ده الشباك اللي هنقف نشتري منه النول. يبقى زي ما قلنا كده، لما تيجي تركب مترو دبي تنزل محطة المترو، تشوف الشباك بتاع الانفورميشن اللي وراه موجود في ظهري ده، انفورميشن بس معكوس عشان الكاميرا الأمامية، وبتشتري ب 25 الكارت، وبتبتدي تستعمله ثم تشحنه بعد كده إعادة تجديده مرة تانية. ما تنسوش إن في مرحبا هنا، ده الستاند اللي أنا بشاور عليه، ده فيه حاجات اللي هي الماب والخرايط والحاجات اللي أنت تقدر تستعين بيها لما تحب إن أنت تتجول في دبي وهكذا. يبقى دي أول خطوة في أما تحب تركب تستعمل السابوي أو المترو في دبي. يلا ونشوفكم في كل ما هو جديد، دائما مع هيثم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا قناتي على اليوتيوب هيثم في الصين أو هيثم من تشاينا، وإلى اللقاء.